واضح جدا، هو نفسه تحس انه بيلعب مرتاح، مرتاح. بيتحرك براحته، بينزل يعني عنده حرية تحرك، سواء في يعني في التلت الهجومي او بينزل يحضر من تحت عنده. وحتى لما جاب الجون واضح ان هو يعني تحس ان كان في، هو انا قلتها ان كان يعني اعتقد ان دي كانت حاجه مش هقول لك بالظبط مدروسه، لكن هو الضغط من فوق وكان قفشه طبعا قريب، وانك طبعا تقطع وممكن يغلط. لان بص يا هاني، في مدربين كتيره جدا ما بتخليش اللي هو اللاعب رقم 10 ده يضغط يضغط على على واحد السرد من باك. السرد باكين، فممكن يكون ده حاجه هم اشتغلوا عليها، ممكن يكون اتدرب عليها، تعليمات فلما نجحت تعليمات لما جت فطبعا في بعض باين جدا طبعا باين في ان رد هو الفعل ساعه بعد ما الجول. عمله زي ما انت طبعا قلت، لان في بعض المدربين يقول له امسك سته، يعني بالظبط 10 بيمسك سته بالظبط بتاع الفريق الثاني او بالظبط. الديفندر بتاع الفريق الثاني. فاللقطه دي كان واضح جدا ان يعني انا شايف ان دي حاجه تتحسب له، تتحسب لموسيماني المدرب الذكي اللي يجي في وقت ضيق، وقت قليل على مباريات مهمه ومباريات كبيره. نمره واحد لازم يشتغل على العامل النفسي، مظبوط. يعني ده اهم من الجزء الفني ومن الجزء البدني، لان انت برضو يعني خلينا نتكلم بواقعيه شويه، انت جاي برضو على فريق كبير وفي نجوم، ما انتش محتاج ان انت تشتغل معاهم فني وبدني اكتر من ان انت تشتغل معاهم نفسي، تمام. لان الوقت اللي حصل فيه تغيير المدرب كان وقت حرج. لو التغيير ده لو حصل مع فريق قليل او فريق متوسط، لا كان هيعمل دروب جامد جدا. احنا عندنا كابتن عمرو خلاص، يعني كاف اعلنت تأجيل المباراه النهائيه لدوري امم افريقيا. ازاي نستغل الوقت ده في الاستعداد؟ الاستعداد بقى بنتكلم على كل المستويات، البدني والنفسي والفني. ازاي موسيماني يستغل الفتره دي في تجهيز اللعيبه بشكل اكبر كمان من اللي هم عليه حاليا؟ يعني انا شايف ان برضو الوقت ده في صالحه، هيقدر يعرف اللعيبه كلها. هو برضو لما جه اشتغل، شايف التأجيل ده سلبي ولا ايجابي في الاول؟ يعني هو سلبي وايجابي. انا بالنسبه يعني سلبي للحاله الفنيه العاليه جدا اللي كان فيها النادي الاهلي، وان احنا في ثقافه مكسب، وان احنا بنكسب العجله فرقه كبيره بالظبط، بلغه يعني الكوره يعني كسبانين فريق صح كبير بره ملعبنا وعلى ملعبنا، وعاملين ماتشين على اعلى وقت مستوى قليل. بالظبط، عاملين ماتشين على اعلى مستوى. فدايما يعني لغه الكره تقول المكسب بيجيب مكسب، صح. والثقه والاداء الحلو بالظبط، والسبورت الحاجات دي كلها النادي الاهلي هيخسرها في الفتره اللي جايه. انما التاجيل يعني الايجابي ايه في التاجيل؟ ان انا ممكن اقول انا عندي لعيبه مش جاهزه، عندي لعيبه اصابات كتير. احنا يعني برضو خلينا نتكلم، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي بيلعب من غير خط ظهر، ولو بيلعب هتلاقي فيه اتنين بيلعبوا مفيش بودلة. هو ما فيش بودلة يعني، هم كانوا بيأدوا يعني قبل مع فايلر شويه، كان في شويه ديفوهات عشان برضو عمرو ان هو يعني كان ما كانش عادل الفرقه يعني في الفترات الاخيره. شوف الفرقه ما كانتش معدوله. انا مش عايز اخش في الحته دي، لان انا يعني انا كان عندي فعلا انا كان عندي ملاحظات غير يعني انا وصل بيا الحال في وقت من الاوقات بقول ان انا لو واحد عايز يوقع فرقه ما يعملش التغيير ما يعملش ده. التعديلات دي والتغييرات دي بالشكل ده وبالمنظر ده. بس طبعا الظروف بتساعد ان انت كسبان وفارق وبتلعب برضه باعصاب هاديه شويه، وبرضه عندك نوعيه اللعيبه اللي تقدر تتاقلم مع اي ظرف ومع اي مركز ومع اي بس واجبات. ما كانش طيب بقى اريحيه، بس ما كانوش الفرقه ما كانتش مرتاحه يعني، لما لعب 4-3-3 ما كانش قفشه قادر واجايب مش لا قادر، وما كانش ليك شكل والشكل وحش. انت بتكسب، مش عايز اقول يعني مش عايز برضو اقلل من المجهود اللي هو عامله، بس انت بتكسب لان انت عندك فروق فرديه عاليه جدا.